نفى المكلف بالإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم صالح باي عبود الإشاعات التي تم تداولها بخصوص إمكانية خلافة الجزائر لكوت ديفوار في تنظيم كأس أمم أفريقيا المقبلة التي تنطلق مطلع عام 2024، مؤكدا أن الجزائر تدعم كوت ديفوار لإنجاح هذا الاستحقاق القاري كما فعلت مع الكاميرون في الطبعة السابقة. صراحة احنا ما سمعناش الكلام هذا سواء من الأمين العام تاع الاتحاد الإفريقي أو من أحد الرسميين تاع الاتحاد الإفريقي، ما هي لحد الآن إلا إشاعات. هذا من جهة. من جهة أخرى، في السفرية الأخيرة تاعو هنا في الجزائر لم يكن هناك كلام باتا حول هذا الموضوع، وحنا ندعم الكوت ديفوار، احنا ماناش من الناس اللي يتربصون باش يعني ياخذوا التنظيم هذا. بالعكس، لا مدى بنا كوت ديفوار تنجح في التنظيم تاعها، كما كان الشأن بالنسبة لكاميرون، وكانت هناك إشاعات محاولات حتى من بعض الاتحادات الإفريقية باش تنحي التنظيم لكاميرون. الجزائر في مدة قصيرة يعني تقريبا عام راح ننظموا عدة تظاهرات رياضية وكبيرة، بدءا بالألعاب البحر الأبيض المتوسط، ثم دورة كأس العرب لأقل من 17 سنة في مدينتي السيق ومستغانم، ثم الدورة المصغرة لمؤهلة اللي كان 2017 في شهر أكتوبر، ثم الشان، ويوم السبت القادم إن شاء الله ستكون دورة الكان، وبعد ذلك بأسابيع ستكون الدورة العربية هي الأخرى. أشوف في ظرف سنة، الحمد لله، هذا بفضل الله وبفضل كذلك المجهودات تاع الدولة الجزائرية.